شو شعورك وانت عم تصور فيديو بالاستوديو تبعي؟ شعور غريب اخوان، كثير فخر. شعور غريب صراحة. صح؟ يعني انا بحياتي صورت 3 فيديوهات عنك، 2 منهم كنت جد متخانق معك، وواحد كنت اتبل عليك الاسبوع الماضي. هلا شوف، عرس غيث كان امبارح، اعطيكم القصة كاملة. ماشي، عرس غيث امبارح، فصار اشي اليوم حفل العرس. غيث، مروان وسارة كاملة. ثواني، هو غيث نزل فيديو العرس؟ خلينا نشيك، ما بعرف. لحظة لحظة، غيث ما نزل فيديو العرس؟ برو غيث ممكن لهلا ما خلص تصويره، عرفت؟ نفسي افهم شو سريع هالميكس لحتى نزل هذا الفيديو. برو مونتاج، برو ميكس، قاعد عم بيعمل مونتاج بالشحاطة معلم. دب 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 دب. غيث ما نزل فيديو عرس. والمفاجأة، بحس ميكس مش متعود على عادات وتقاليد اليوتيوبرز، انه استنى العريس ينزل بعدين تنزل. تماما، خلص. في صار مشاكل زي هيك اصلا قبل على اليوتيوب، يعني عندنا ناجي احمد، ابصر شو ابصر شو، في تاريخ لمشاكل اليوتيوب مع الاعراس يعني. لحظة، هسه نعمل انترو زي هيك انا وياك. شو الغباء اللي عم تشوفه؟ عنا زواج غيث مروان، مروان غيث ولا غيث؟ لا غيث مروان، صح. مش عارف اسمه. خلينا تروح على العرس، مو عارف اسم العريس. اليوم رايحين على هذا، اسعى عرس الشاب هذا، شو اسمه؟ مروان غيث. حابين نعيشكم الاجواء، هو اليوم راح يكون زي الفلوج بالضبط، نجهز حالنا مع بعض، نفرجيكم اجواء اللي مستحيل تشوفوهم في الستوريات. هي الهدف من هذا الفيديو تورجي الناس شغلات ما حيشوفوها بالستوريات. طبعا هي يعني هي الفكره بتكون بفيديو العرس تبع غيث. هذا المبدا من فيديو يعني هذا المبدا من فيديو غيث اللي دافع عليه كثير فلوس لحتى يعمله. هم حبوا يخدموا غيث، يعني ساعدوا. يعني اذا شفتوا تسريبات اكيد هو اغلب الاجواء رح تشوفوهم على سنابيتنا، سنابي انا من هون، سنابيت نيكس. احنا رح نصور العرس كامل هون، نعطيكم تغطيه كامله، بس الشغلات اللي ما بتشوفوها بتقدر تشوفوها على سناب كمان. هذا طبعا نزل فيديو بعد ما راحوا السنابات. كمان على انستغرام كمان عشان تشوفوا عرس غيث. لو بدكم تشوفوا اعراس الناس الثانيه، هي انستغرام وانستغرامه. بيعجبكم ترى، صورت من زاويه كثير حلوه. كل الاعراس صراحه انا انا مسكت زاويه كمان. والله؟ نار نار. احيانا كنت اصور بالعرض عشان اورجي كل شيء. طب اخذت منين؟ صورتي مع غيث. See the drip, I'm fitted up. Drop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. Damn. صراحة دخلة قوية صراحة، كثير 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 كثير. وأنا بقيم يعني 10 من 10. حتى أنا بقيم 10. لا 9.5 من 10. قل لي ليش؟ ليش؟ كمال لله. أحسنت أحسنت أخوي، إبداع إبداع فقط صراحة أبداع. يعني طبعا الفرقة السورية صح؟ عم زفوني وخلصوا. شو بدي أصور أنا؟ لا عملت الزفة بدون ما تصور ضحى، والشعيب صراحة والشعيب. عيدوا الزفة. مش واقع، مش واقع انه زفة زفة. هم اللي حكي لهم اياه انه اليوم عرس غيث، اليوم تعملوا له زفة، اوكي دخل عليهم يوتيوبر تكبر. برو احنا ما نزفينا بعرسنا، اوكي عملنا زفة مان. ولا لا 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 شو بدنا نعمل؟ يلا زفة يلا. بحس الاشي اللي قاعد بحضره كثير مش مريح ابدا. كثير كثير مش مريح، عن جنب المرة مش مرتاح انا بحضر. تخيل داخل انت وعروستك وتنحط هاي الموسيقى اول ما تدخلوا. يا عرس ما لا الحركات كثير هادية، بس عرفت كيف؟ ما التصوير معك كثير غريب. كثير رقصنا اليوم. الفيديو اكل 5000 ديسلايك. وال بسبع ساعات. اتوقع ما بتعرفوا انه فلوج العرس ما ينزل الا بعد ما ينزلوا العرسان، ترى ما لكم داعي. بتر الخواطر. بتعرفوا مروان غيث يعني يوتيوبر كثير بنحبه احنا. صح؟ مين غيث مروان؟ مروان غيث. مروان غيث. عيب تنزلوا بهي السرعة، ما في حدا غيركم نزل. بالذوق شوي لازم ينزلوا العرسان بعدين انتوا. كل تعليقات هيك برو. اقسم بالله يا ميكس انك نزلت من عيني كثير بعد ما تزوجت وصرت من جماعه دبي. صرت نخت شفتات نكمل. اوكي صرت دوير مشاهدات وما بهمك حدا، صرت تبع دراما وشخصيتك تغيرت كثير. يعني بالله عليك العرس خلص امبارح بالليل، روحت نزلت فيديو صباح اليوم الثاني.
احتمال. هذا اكبر دليل انك رايح تلم مشاهدات، مش رايح تفرح للجماعه. مش فاهم شو موقفك من جماعه لما شافوا انك تستغلهم. خذ نصيحه انك تبعد عن هاي الناس. طبعا مش كلها. وين شخصيتك؟ شوف قبل ما كان يهمك غير انك تسعد المتابعين انت وعفسي، وما كان يهمكم. والله ما فهمتش من التعليقات. طبعا كثير في شغف، كثير في شغف. غير عن هيك يعني ما فيك تلومه كثير لميكس، لانه بحسه مش فاهم السيستم. مش فاهم السيستم، بس بحس هي يعني تعرف كيف مبادئ موجوده عند الشخص يفترض تكون خلاص اساسيا. ما احاول اسرق الضوء منه. فيها وجهه نظر. يعني صار لهم فتره كانوا مش منزلين فيديو، فانه ليش وقفت اليوم تنزل فيديو؟ الا لو انت عارف انه حيضرب اليوم تحديدا. ممكن حكمها غيث وحكمها عادي. رو مش منطق يعني. مش منطق، عرفت؟ مش بهالسرعه يعني. في عندي تعليق كثير مهم. شو هو؟ ضحك المومياء. ضحك المومياء بس هيك. بس حاب يضيف على الفيديو. فشخ الخواطر. بحس كثير بتكرر الاشي نفسه. حرام عليكم حرقتوا العروس، ليش ما صبرتوا لحتى غيث نشر الفيديو؟ كأنه بحس بينك وبينهم في مشاكل قبل. عندك احساس صح ولا لازم؟ كيف حسيت هذا الاحساس؟ مش عارف، انت منزل عليهم كذا فيديو كأنه هو فيديو واحد. شوف اوكي 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 تمام. بالمرة ما تعرف المشكلة عشان ضخمت كثير كثير ضخمت يا اخوان. طلع شوي اورجيكم هاي. هاي طلعت لي على التيك توك. ميكس لما شاف عمر ابو الربع بيتخبى منه كل الحفله. انت شفته صح؟ برو انا كل المسجات تبعتي انه عمر ميكس بالحفله، عمر دير بالك عمر ميكس بالحفله. طيب متذكر برنامج رغده برمضان؟ فاول حلقه كانت مع ميكس وضحى. وقتها وصلني تهديد بعد ما نزلت الفيديو، مع اني دافعت عن رغده وميكس وضحى، اجاني كثير هجوم وقتها انا دافعت عنهم. اوكي. اجاني تهديد من شخص من طرفه، وصلني الموضوع انه كان تهديد شيء ضرب ما ضرب قبل هيك، عشان انه ذكرتهم بالفيديو. اوكي فراحت انا مني لحالي، رحت لبعت لميكس، انا ما بعرف بالمرة مش عاملين فولو لبعض ولا شيء. قلت له برو انت بتضايق شيء؟ قال لي 1 2 3 الموضوع. قلت له طيب عادي انا بشيل لك اللقطات اللي ضايقتك. رحت مني لحالي شفت اللقطات اللي حسيتها ضايقته وشلتها. اوكي. حتى كثير منكم لاحظوا انه في كثير لقطات راحت من الفيديو. عشان انا برو شخصيا ما بحب، فاهم علي؟ مش هدفي اضايق حدا. بعدين انتشرت هاي اللقطة على تيك توك. عادي وتقابلنا كثير مرات، لكن لما بشوفه بعمل سكيب، ما بيجذبني في اي فيديو من فيديوهات وخاصة في اليوتيوب. كثير حاسة بتحكي بشغف. كثير بكره محتوى. انت مستفز. اللايف لسه بطول اكثر على فزك. كثير بدكم تحكي بشغف قديش بتكره المحتوى. تمام. ليس راي شخصي صح. رحت انا شو عملت؟ حكيت، هي حكت عن محتوى تافه، ممكن قصدها انا واحمد، اظن قصدها احمد حتى كان. تمام. بدها تحكي عن محتوى تافه، حكيت بالفيديو انا بدي اشوف محتواهم الهادف بس هذا الفيديو. اوكي تمام منطق. بس مين اللي بلش نكش؟ هم. انت يعني ملاك. انا مش ملاك. لما حدا يحكي عن حدا تافه لازم يتوقع رد فعل. طبعا لكل رد فعل رد فعل. احسنت اخوي. ابداع ابداع فقط ابداع. فردة الفعل جابت ردة فعل. راح شو عمل؟ تعال اورجيك. يعني انت يوتيوبر هالقد بعيني؟ هالقد ايش؟ والله ما بنمزح والله. وبشرفنيش اني اذكر اسمك. اول حرف من اسمه عمر ابو الربع. هيك هيك هيك. فانا هون صفنت. اوكي انا مكان انه زلمه متنرفز. اوكي. يا اما بقدر اصالحه او انرفز زياده. جابها صار يحكي، مع انه انا حكيت معه الاسبوع الماضي وابصر شو حكى لي ما حيعيدها. بعثت لك باحترام ورديت علي باحترام وقلت لي خلص ما راح ينعاد. هذا ثاني تنبيه، هاي اللي راح انبهك فيه بالستوري وانت بتتابعني وبتعرف مين وعارف مين انت. الثالثه راح تكون ثابته. اوكي انا كنت حاكي معه احتراما مني. طيب فانا هون حكيت لحالي خلص بننفذه. بس انت سمعت الكلام انه انت ما بتعيدها وخلص. بس مستحيل اعمل فيديو ثالث. اسمع هذا عشان صغر المشكله الفيديو مش اكبرها. طيب هم يعني انت جاي بحسن نيه بهذا الفيديو. طبعا. فانا حبيت انه بس اصغر المشكله. راح فتح لايف تيك توك عشان يحكي عني. طيب وهي لايف التيك توك. انا مش راح اذكر اسمه بس في واحد قال عنكم انكم انتم متابعين عمركم 5 سنين. شباب انا ما راح اذكر اسمه. حكى عنكم عمركم 5 سنين. خلاص انتوا تصرفوا. خلاص السلام عليكم. لا مو هيك. لا اصبر. مو انتوا تصرفوا، بحكي لهم شو يتصرف. نفسي اتفرجوا السلام الصح والله العظيم. جماعتي جيش ال هذا جيش تسليم. ورجوا السلام الصح. جماعتي روحوا سلموا عليه وتعالوا. فيجوا عندي على الشات بس هيك مكتوب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فزعة بالحارة. اوكي. لا انت لك على مجتمع اللايف التيك توك، لايفات التيك توك. بتعرف شو التسليم صح؟ ما لا. هي جديد تعلمت هالكلمة. التسليم هي كلمة انه روح اسبوا عليه. لا والله. معقول؟ والله. فجيش التسليم هدول اجوا عندي برو مسبات بحياتي ما سمعتها. طب خلص انت كون يعني اعمل حالك غشيم ومسلم عليهم بس، يعني رد لهم السلام. سلام. بدي ضد كلب.
هو اهم شيء سلمت يعني بالاخر ليش تسليم سلمنا مش عارف فاضي هلا خارج نطاق المزح وانا حكيت كثير حكيت على الانستغرام كمان حكيت كثير على اليوتيوب ما في اي شيء يكونوا متابعينك صغار بس مش هيك تستغلهم مش تخليهم يجوا يسبوا علي المشكله اني امه بتتابع فيا هون انا حسيتها مسبه يا صراحه انا متاكد هم مسبه مبطله انا امي ما دخلها بالسوشيال ميديا بالمره اوكي بحياتي ما فاهمين ما دخلت امي بالسوشيال ترى المشكله اني امه بتتابع فيا قولي والله العظيم قسما بالله يا عيسى هو سكر الموضوع هون خلص دخلنا بالشرف والعرض يعني حلفته؟ لا الا لامك هلا وبعت لها تشات سالتها صراحه والله؟ آه. لا ماما بتعرف مكس وضحى؟ لا ما بعرفهم مين هذول خلص ولا شيء فاسمع انا يعني اتوقع ان الموضوع كان مسبع علي عرفت؟ عم بحاول احسن النيه بصراحه يعني مش منطقي انه قاعدين بتسبوا على الام بالتيك توك فمن هنا انا واحد بهدلتهم على ستوري وبس انا هون اختصرت الموضوع اوكي انا ما كنت ناوي اعمل فيديو ثالث ولا شيء اوكي بالمره لحد العرس اللي انا كنت صارت فيه القصه مره شاف صرت اتخبى منه بس انت وقفت معه وسلمت عليه بحس صح ما هي الفكره انا رح سلمت عليه اوكي شو صار شوفوا انا يا اخوان انا لما اتخانق مع حدا عامه او شو ما يكون يعني مع انه هو الشخص مهددني وابصر شو حاكي عن امي وخمسين ان شاء الله انا بروح بسلم على الشخص شو ما يكون نفس الشيء يعني اذا رحت سلمت عليه هذا الشيء ما حيقلل من قيمتي بالعكس حيرتفع واذا هو كسفني فهو بقلل من قيمته من قيمته هو واصلا انه افشاء السلام بالدين اصلا هو بحسن العلاقات بين الناس انه شيء كويس بالضبط 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 فانا بدرت صراحه رحت سلمت عليه هيك طلع على ايدي بقرف تمثيليه مشي سلم عليه تسليك بعدين مشي هناك يوم طلعك ماشي هذا اللي صار والله هيك حرفيا اللي صار هيك سلم عليك هيك ومشي فعشان هيك اليوم رجعت مسخرت عليه عشان انزل الفيديو قبل غيث اهرني ايوه يعني اسمع انا والله جد لو مش هدفي اكبر مشاكل يعني انا ما حاولت اكبر مشاكل هذا الفيديو كان ممكن اكبرها كثير اكثر من هيك اخوي يكون محضر خير او انا بكون محضر خير وبحكي انه لازم تصالحه و ماسونيه هاي تخلك منها كثير نفسي العب فيها كان مبدئيا عمر نعس ولازم ينام المهم الله يهدي النفوس خلص اترك الناس بحالها محتواي ما اترك الناس بحالها عادي كمل بمحتواك بس كون محضر خير يعني حصل اخوي انا بحب انك هيك تعمل دائما شو الفيديو ما له داعي هذا المهم يا اخوان خسرنا عدو وكسبنا صديق كفو هاي بدها سفايف بس ما كثير لسه خلص اذكر الفيديو لليوم لف يو جايز